الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض، أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا،
واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافى من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد. اللهم أخرج كل عين لامة. اللهم أخرج العيون اللامة. اللهم أخرج كل عين قوية. اللهم أخرج كل عين قديمة. اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمنعت وركزت. اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل بلاء يؤذيك ومن كل شر وشقاء يشفيك ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر نفس أو عين حاسد بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد
لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافى من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمنعت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم،
أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشفيك، ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار
وشر الأمراض. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض، أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت، استحسنت وتمنعت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت،
وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشفيك، ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي،
الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرا، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض، أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك،
على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمنعت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشفيك، ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرا، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض، أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل علينا رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت، استحسنت وتمنعت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشفيك، ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر،
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا بعطفك ومغفرتك وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بعدد من سجد وشكر
نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل علينا رحمة من رحماتك، وشفاء من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت، استحسنت وتمنعت وركزت. اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بالله العلي العظيم من نزعات الشياطين وجنودهم وأعوانهم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك،
ومن كل شر وشقاء يشفيك، ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد. يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.